الوقفة الاقتصادية والمعلومات القيمة، وبنستكمل معكم مشاهدينا هذا الصباح. وصلنا لفقرة الصحف، آخر وقفتنا الحوارية الصحافة وقراءة تحليلية في منشطات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. ومعنا في هذه القراءة الأستاذ أشرف أنور، مساعد رئيس تحرير جريدة الأسبوع. صباح الخير أستاذ أشرف. نبدأ مباشرة من جريدة الأخبار والحدث الأبرز. الرئيس يزور ضحية التحرش ويعتذر لسيدة مصر. السيسي: عرضنا لن ينتهك في الشارع، وكل من لديه نخوة سيتصدى للظاهرة. تكليف الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة لمواجهة الجريمة. نبدأ من البداية، الزيارة. بس هو الزيارة طبعا لها كذا مدلول وكذا مسج بيوصلهم ستة مقاييس. أول حاجة للمجتمع، هو طبعا بعد ما حصل الحدث ده عذرا استاذ اشرف، اول حاجه لسيدات مصر طبعًا الحقيقه طبعًا. يعني انا متحيزه جدا طبعًا. لا هو بعد اول ما حصل الحدث تم استغلاله استغلال سيء، لان يعني لقينا صفحات على الفيسبوك وهاشتاج معمول من صفحات الاخوان والمنتمين ليهم والمتابعينهم بيسووا مساله وكان مصر كلها بقت كده، وان سيدات دول الناس المؤيدين للسيسي ودول هم الموضوع فيه ايه. ده متوقع منهم برضو يا استاذ اشرف، ده صحيح يعني. فجت زي ما بقى وقفت كل حاجه، عرفت بقى بهدوء كده، خد المساء على صدره وبصها حلو وحط جول في الثمانيات، حقيقه يعني ممتاز. لان هو ده في الاول بيقول بيرد عليهم ما عندناش ده، ودول ان انا لما يطلع يقول انا بتاسف لكل سيدات طبعًا مصر، رد اعتبار كل سيده مصريه. ده صحيح. طبعا يعني الحاجه الثانيه والمهمه وهي العداله الناجزه. انا اتخيل ان هو احنا هنشوف خلال ساعات او هيكون في تحويل سريع لمحكمه الجنايات. القضاء المصري عندنا مستقل، مفيش توجيه، ولكنه في توجه كده ان احنا دلوقتي لازم يكون في عداله ناجزه. صحيح. لازم يكون في تحويل للجنايات السريع، لازم يكون في رد، تطبيق القانون. يعني احنا بنتكلم عن دوله سياده القانون. فالزياره دي هي نقطه الانطلاق لكلمه نظره سريعه على القانون الحالي اللي بيجرم مثل هذه الجرائم. هل هو كافي بما يحدث، وانه حتى التوصيف نفسه للحدث يعني ده مجتمعيا ممكن يؤثر؟ بص، هو الواقع الحادثه دي احنا لو مش الاولى، يعني احنا كان عندنا زمان حاجه اسمها فتاه المعادي لو تفتكروا، وكان عندنا فتاه العتبه وكانت حاجه الصحفيه الاجنبيه اللي كانت في احداث التحرير. يعني الحقيقه اللي حصل ان احنا ما كانش عندنا جزاء رادع. دلوقتي عندنا ان شاء الله القانون كافي ان هو يعمل ده، هيتوصف توصيف صح. الزياره بتاعت السيد الرئيس امبارح كانت بدايه انطلاقه، يلا نطبق القانون. صحيح. فتطبيق القانون والعداله الناجزه كفيل انه يحل حاجات كتيره جدا في البلد. ان شاء الله نتمنى ذلك. وكنا بنتكلم فعلا انه لازم يكون في مشروع قانون واول ما يعرض على البرلمان القادم، لان يعني فعلا العقوبه لازم تكون اكثر من رادعه، اعدام او اخصاء او ما الى ذلك. الحقيقه يعني مش هيستنى، ان شاء الله يكون يعني في قانون هذا. نتمنى طبعا. ننتقل لصحيفه اخرى، صحيفه الاهرام. ورئيس مجلس الوزراء للاهرام: الاثنين اول اجتماع للحكومه الجديده وتنفيذ برنامج الرئيس هو هدفنا. حيث اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه هتناقش في اول اجتماع ليها بتشكيلها الجديد يوم الاثنين المقبل، وبعد انتهاء التشكيل الوزاري مطلع الاسبوع المقبل، البدء في تنفيذ البرنامج الخاص بالرئيس وتوفير التمويل اللازم له على مراحل التنفيذ المختلفه. الأول أستاذ أشرف، يعني التغييرات المتوقعة على الوزارات لسه في تكهنات يعني بشأنها، هل في أخبار؟ والله أنت قلتي مصطلحين في غاية الأهمية، توقعات وتكهنات. التشكيل الحكومي ده دلوقتي ما فيش حد عنده معلومة عن أي حاجة، ولا حضرتك ولا لا. هي بص، توقعات وفقا للسياق العام اللي ماشي فيه المسألة. المهندس محلب بعد ما التكليف جه لمبنى المجلس وقعد مع الصحفيين والاعلاميين المكلفين بتغطيه المجلس، قعد معانا قعده وديه يعني مش مؤتمر صحفي، وقال ان انا يعني ناشد الناس الصحفيين والاعلاميين للدقه في الحاجه اللي هتتكتب عشان ما نعملش بلبله يعني. وبعدها اختفى المهندس محلب بقى له يومين مش موجود في مكان مجلس الوزراء، وهيطلع على طول بالتشكيل بعيدا عن التكهنات والتوقعات. ده ليه حاجتين، حاجه ايجابيه
وحاجه سلبيه. الحاجه الايجابيه اللي هو هو بيعمل بيشكل وزاره وفقا للكلام اللي اتقال في خطاب السيد الرئيس ان هو في الاول لازم يكون تمثيل المرأة اللي متحيزه ليها وانا متحيز ليها لان هي طبعا كانت عملت حاجه كويسه جدا. بنقوم بدور كبير جدا يعني بصراحه. ده صحيح. وهيكون في شباب في الوزاره، هيكون في وزاره جديده ان شاء الله هتبقى وزاره الصناعات الصغيره في كلام عنها، في نواب لرئيس الوزراء جداد احتمال يكون وزير الدفاع حد منهم، في كلام عن نائب الاقتصادي. المهندس محلب الكويس بقى ان احنا ان هو الاختفاء ده عشان نعمل وزاره جيده وبعدين تقعد الاسماء على الجهات الانقابيه والامنيه بعدين يطلع او ده التوجه هيتطلع وزاره ما عليهاش ما فيش شوائب عليها. وصح ان احنا نستنى خلال ساعات هيطلع بي استاذ اشرف. كان في اخبار انه يعني رئيس السيسي ممكن يعني يحتاج لمستشارين او خبراء اجانب الى جانبه، فده دي كانت اخبار كده موجوده في بعض الاماكن. بص تاني احنا بنتكلم في توجهات. توجهات انا شايف انه توجه السيد الرئيس في القصه دي هو الخبرات. هو هو في الاول طبعا حاطط شعار واحد هو العمل، هي كلنا نشتغل. العمل ده هو بيعمل حاجه مهمه جدا، بيعمل قدوه. يعني الزياره بتاعت امبارح دي ان هو ما بعتش رئيس وزراء ما بعتش الوزير، لا يعني هو بدا بنفسه في لا لانه بيهدد هيبه الدوله. يعني حدث وحضرتك اكيد صحفي وعارف ان احنا اخبارنا كانت على كل صحافه العالم وما صدقوا ان مصر يعني مصر موبوءه بالتحرش، وكانت هيدلاينز او يعني خبر رئيسي في كل الصحافه العالميه. الصحافه العالميه للاسف او مش للاسف دي ده واقع. ما فيش حاجه اسمها الحياديه التامه دي. المساله من يملك يحكم في الصحافه. يعني انت لكن تعلمي ان في صحف كبيره جدا في الصحف العالميه عندها بتتاجر صفحات، يعني عندهم صفحات انت عايزه تكتب مقال عن اي حاجه بتدفعي تمن. دي مراكز بحثيه بتدار بالمنظر ده بالظبط. طيب واحنا بنتكلم عن الحكومه قبل ما نسيب ملف الحكومه واحنا مستنيين التشكيل، لو ممكن السؤال يبقى بالمنظر ده، ازاي حكومه محلب او رئيس وزراء خدم نفسه في المرحله الفائته؟ يعني هي كانت حكومه تهيئه اجواء ولا كانت فعلا تعمل على الارض فهتستكمل الملفات الاوريدي مفتوحه؟ لا هي اشتغلت على الارض بشكل جيد. يعني كان في تعبير للمهندس محلب قال لك نحن نعمل كاننا نعيش ابدا فهم من الحديث اه فهو المساله هم اشتغلوا الحكومه اللي فاتت دي ليه سؤال ليه محلب تاني؟ هو المهندس محلب مش عشان بس هو نشيط تم فتحها، ما كانتش اتفتحت قبل كده. صحيح. يعني مساله قضيه الدعم عجز الموازنه عشان ما نفذش ايه اصلا يعني حكومات كتير كانت بتتفاهى اساسا بالظبط وقبله ما نفذش المجهود برضه يا استاذ اشرف. يعني فعلا مجهود ما انا بقول يعني واحد المجهود بس الملفات كانت شائعه رئيس وزراء ميداني يعني مش قاعد في مكتبه طول اليوم وبيتابع بالتليفون لا يعني بينزل الميدان بينزل في الشارع وهيئه الدوله في الحقيقه. يعني مثلا الموضوع بتاع الضرب على المواقف الماليه او المسمى بالبخس يعني المساله في الاول خدت شكل مش هيعمله مستحيل المافيا مش عارف وابتدوا يشتغلوا عليه لا هيتعمل لا هننفذه وتنفذ النهارده احنا البخت شغاله كويس جدا. القوه بقى الرؤيه بالظبط. لو انا اللي واخد قرار بناء على رؤيه مش هيهمني الكلام والاراده السياسيه ده صحيح يعني ده صحيح القرار. وهو ده اللي احنا محتاجينه في الرؤيه السياسيه والعمل الناس بقى تشتغل مع بعضها ايدينا في ايد بعض هنشتغل كويس باذن الله. طيب لو من جريده الاخبار الاهرام ايضا وخلال استقبال مستشار رئيس الوزراء البريطاني للامن القومي السيسي لم ولن ندخر جهدا لتجنيب الشعب ويلات التطرف ونتطلع لزياده استثمارات الشركات البريطانيه في الطاقه تعاون اوروبا لمواجهه الإرهاب. حضرتك قريت العناوين دي ازاي؟ طبعا يعني من تأكيدات سيادة الرئيس بمواجهة الإرهاب من يعني قبل أيضا تولي الرئاسة وحتى الآن، وأيضا التعاون الآن بقى يعني أوروبا وبنلاقي أوروبا وأمريكا في تراجعات في المواقف وتطلع بقى أن هم يتعاونوا دلوقتي مع مصر الحليف. يعني ما هو احنا البداية كانت من يوم حلف اليمين وحفل التنصيب هذا الحضور الجيد جدا من التمثيل الدولي ده بمثابة اعتراف بالانتخابات المصرية اعتراف بالرئيس المصري دي البداية.
اللي جاي كله هيبقى تفاصيل في التعاونيات، في التعاون بيننا وبين بعض. يعني اوباما هيبتدي يتكلم ان احنا نتعاون في الاقتصاد، وفي انجلترا ابتدت تخش على الخط، فهتلاقي اثيوبيا فهيسد النهضه. بس تفتكر ان احنا موضوع اوباما ده ومع التحفظات يعني هيبقى في يعني تعاون استراتيجي ند، لكن بشكل تحفظي الى حد ما مع امريكا ولا يعني؟ لا اصل هي بص، انت بتتكلمي عن مصر فهي مصر لازم تكون موجوده في على الساحه الدوليه. طبعا السيسي قال هو لن ننسى مواقف الاخرين يعني في الفتره السابقه. ده صحيح، ده صحيح. فزي ده هينعكس بقى على دائره السياسه الخارجيه لمصر. ده صحيح، بس هو المساله احنا لما الرئيس السيسي هو في الدفاع زار الاتحاد السوفيتي او روسيا يعني، فالكلام كله ان احنا خلاص هنسيب الولايات المتحده، العلاقات الدوليه ما تقدرش كده، ما تقدرش بالشكل ده يعني. يعني احنا في السد اثيوبيا في خلال اسبوعين هيبقى في لقاء ثلاثي عن سد اثيوبيا، وابتدينا نتكلم دلوقتي عن السد والتنميه وازاي التعاون، مش قاعدين هنبعت لهم مش عارفين نعمل ايه. صحيح. طيب موضوع مهم تاني، جريده مصر اليوم، اللواء اشرف عبد الله مساعد وزير الداخليه الامن المركزي بيقول اعاده هيبه الدوله مساله حياه او موت، جاهزون لتامين الانتخابات البرلمانيه، والشرطه صامده رغم استهدافنا الاخوان، جماعه مريضه نفسيا وحشود أصبحت منعدمة. تعليقك على الملف الأمني عامة، وهل يعني ده موضوع بقى مهم واضح في الرؤية القادمة من ما تتابعه، الفرق بين أوكي إحنا لسه في ضد الإرهاب، ولكن الأمن الجنائي أو أمن المواطن موجود فين في المنظومة؟ هو ده، هو يعني هو اللي جاي دلوقتي، الأمن الجنائي وأمن المواطن. إحنا لامسين في خلال اليومين اللي فاتوا، لو نزلتوا منطقة وسط البلد ابتدت الإشغالات والعشوائيات اللي كانت، اللي إحنا كنا بنقول مستحيل حتى يتم إزالتها، والدولة والناس مسلحة لا، لقينا دلوقتي في مواجهة حقيقية. لقينا الوزير الداخلية بنفسه بينزل بيقود حملة في الأليوبية ضد تجار المخدرات ويقبض على ناس، لأنه في بحيرة المنزلة بيعمل تطهير. يعني المسألة الأمن الجنائي، ولكن كمان في زيادة كبيرة في الكمان المتحركة، يعني حتى في أماكن كانتش موجودة فيها. يعني أنا كمواطنة يعني خدت بالي من ده، بقى موجودة حتى في أوقات متفرقة في اليوم. بس في معلومة بتقول إن في السابق وكان الأمن السياسي بياخد 70% من ميزانية وزارة الداخلية و30% الأمن الجنائي. عايزين شيء من التعادل، أكيد. من التعادل في توزيع ميزانية الداخلية بحيث ان هو يوجه الى الأمن الجنائي، لان هو ده الأمن المواطن العادي. وخصوصا قضايا الإرهاب، احنا عدينا على موجة زي دي في التسعينات كانت اشد، وكانت الجماعات الإسلامية والتكفير كانت اشد. فان شاء الله باذن الله دي انحصرت فعلا الموجة، ولا هو يعني الهدوء الذي يسبق حاجات؟ لا انحصر، لان تاني الملف الدولي، ان هم في النهايه كانوا بيلعبوا على الملف الدولي، ان هو عاوز ينقل كل اللي كان بيعمله، كان بياخد لقطه ياخد صوره وينقلها في الصحافه العالميه، ان احنا لما حضرتك تشوفي لما لقاءاتهم مع الناس اللي وفود الاجنبيه اللي كانت بتيجي كانوا بيتكلموا ان احنا موجودين، والرئيس اللي مش عارف مين يعني الكلام بتاعهم ابتدى يخفت يعني. طيب لو اتكلمنا في نفس الاطار ويعني مواجهه الارهاب وما الى ذلك، ولكن من جريده الشروق وننتقل لسيناء والتكفيريون في سيناء. تكفيريو سيناء يكثفون زرع عبوات الموت في طريق الجيش، وانفجار عبوتين في طريق مرور القوات وبجوار مطار العريش الجوي، وتفكيك ثالثة بالشيخ زويد، والقوات المسلحة تنتهي من إنشاء 70% من السور الحاجز للإرهاب قرب القناة. إلى أي مدى بيمثل يعني إقامة هذا السور يا أستاذ أشرف من وجهة نظرك يعني ممكن حاجز تأميني للحدود المصرية هناك، وعامل مساعد للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب؟ بص، ملف سيناء كله على بعض، ملف سيناء كله على بعضه، هو لازم دلوقتي احنا الناس بتشتغل باستراتيجية وبخطة طويلة المدى. الاستراتيجية اللي هو دلوقتي المواجهة الأمنية، المواجهة الأمنية، والست الرئيس قال إن احنا قبل الحلف اليمين قال إن احنا هناك بنتعاون مع القبائل والدنيا ماشيه بشكل كويس، وفي 90% قضاء على العمليه الامنيه. ولكن سيناء مش بس امن، سيناء لازم المخطط الاوسع ان هو يتعمل التنميه، ولازم يتعمل المحافظه الثالثه اللي اتكلم عنها. صحيح. ولازم يتعمل تنميه شامله بجد، لان سيناء هي التنميه. يعني بس الرؤيه دي موجوده،
موجودة بس تاني احنا محتاجين سينا مليئة بالكنود وبالإمكانيات والموارد في الأول. لأن احنا لما نيجي نبص نلاقي مثلا حد زي رئيس وزراء مصر الهايل كمال الجنزون كان حد من الناس اللي كانت عندها فكرة انها تعمل ده ما حصلش. يبقى هي زي ما بنتكلم هو الفيجن او الرؤية مع الارادة السياسية واخذ القرار وهو ده. يعني بنشكر حضرتك جدا استاذ اشرف انور مساعد رئيس تحرير جريدة الاسبوع، بنشكر حضرتك جدا ونتمنى لك يوم سعيد. شكرا موصول لكم مشاهدينا، وصلنا لنهاية هذا الصباح، كنا معاكم من الساعة 8 لغاية دلوقتي، نتمنى لكم يوم سعيد. يوم سعيد وويك اند سعيد، نشكركم مشاهدينا، خليكم معنا على النيل الاخبار، والنيل الاخبار دائما هي الاقرب. خليكم معنا.